اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عسلم ومرحبا بكم. كما شفتوا في المقدمة متاع الفيديو، اليوم باش نحضروا مع بعضنا كعيبات سابلي. عندي 150 جرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة. كما تشوفوا يلزم تكون المارغرين متاعنا معناتها ذيبة شوية ولا طرية. وعندي 150 جرام سكر، عندي مغرفة قهوة سريعة الذوبان، وعندي حبة بيض، وعندي 120 مللتر زيت، وعندي 3 جرامات خميرة حلويات، و550 جرام فارينة. اول حاجة باش نعملها، خذيت المغرفة النسكافيه هذه باش تعوض لنا الفاني، وضفت عليها شوية ماء، كشوية ماء صغيرة. الحقيقة معناتها يعطينا لون مزيان برشا للبسكوي امتيانا، وفي نفس الوقت يعطي زيادة قوة مزيان. خذيت التبسي امتاعي باش نحط فيه الزبدة، ومن بعد نضيف عليها السكر وإلا المارغرين. بشوية بشوية ونحرك. شفتوا الزبدة كيفاش رمولي، ولهنا ضفت السكر المحور ونقعد نحرك حتى لاني يتجنس السكر والمارغرين مع بعضهم. وقت اللي معناتها الخليط الكل يتجنس في بعضه، وانا نزيد بالحاجة بالحاجة. تبوا المراحل في الفيديو، ينجح معكم السابلي صدقوني راهو جا بنين وهشوش على الاخر يذوب في الفم. ما نحكي لكمش على هذيك البنة والتقرمشة اللي فيه. كملت ركضت معناتها حركت الزبدة والسكر، تو ضفت القهوة سريعة الذوبان. كما قلت لكم راهي تعطي لون مزيان وتعطي قو مزيان برشا لهذيك السابلي متاعنا. ضفت 120 مللتر زيت، ونخليكم المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. وحبيت نشكر كل حد دخل عندي للقناة جديد، شكرا على تفاعلكم. وديما نقول ان شاء الله انا نقدم بكم، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. ضفت الزيت، دخل الخليط معناتها الزيت في الخليط كامل، ومن بعد ضفت حبة البيض كما قلت لكم، يعني بالحاجه بالحاجه نضيفه بشويه بشويه ونحركه. وقت نحسوا هذيك الحاجه سي دخلت في وسط هذيك الخليط، واحنا نكملوا ونضيفوا الحاجه الثانيه. رشه الملح بالطبيعه ما ننساوهاش، تعزيز الذوق نتاع السابلي نتاعنا. وهذه هي الفرينه، نضيف بشويه ونلم، وثلاثة جرامات خميره حلويات مش برشا، يعني تقريبا نص مغرفه قهوه صغيره. ونضيف الفرينه بشويه بشويه ونلم ولما نعجنش الفرينه. خذيت معايا تقريبا 600 جرام فرينه على خاطر ما شربتش، وقعدت البات نتاعي معناتها طريه شويه. ضفت حوالي 100 جرام وحده اخرى، معناتها المجموع الكل 600 جرام. حبيت زيدا كيف كيف نقولكم ان شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمنوا، اللي كل حد تخلي وحط لي كومونتير، واللي تخلي زيدا وما حط ليش كومونتير، نقولكم مرحبا بكم في قناتكم، وهذه الدار داركم. وان شاء الله معناتها كما قلت لكم ديما انا نقدم بكم انتما، وانتما اللي تشجعوني وانتما اللي تحبوني. لهنا نقعد نلم في العجينه كما تشوفوا لهنا، والا البات من غير ما نعجنوا، راهي بات سابلي معناتها سهله ما فيها حتى شيء. هكا معناتها ما عندكش حتى شيء في الدار، تقوم ليه برطي الفرينه ولا 600 جرام فرينه كعيب بعضهم وشوية مكونات اخرين نعملوا ابن كعيبات سابلي. انا الحقيقه نحبه معناتها يتقرمش، ونحبه كما تعرفوا يعني لقهوة العشيه ولا كويس سيترون ولا اي حاجه، يعني هكا ضياف الغفله الضياف على غفله، كيش يقولوا الضياف على غفله. هكا خذيت لهنا شويه معناتها بلاستيك ولا معناتها شمع كما تشوفوا هكا، وحليت عليه هذيك البات بشوية بشوية، نحلو الدنيا سخونة شوية ولزمنا ما خليتهاش ترتاح الحقيقة. أنا ديريكت يعني مستعجلة هكا هو باش نكمل. حطيتها فوق هذيك الشمع وحليتها بالقلقال بتبع السمك اللي نحبه عليه، وخذيت القالب هذية مش نمقرض بيه وإلا ماني نشكل به الكعيبات السابلين تاعنا. بتبيع راهو تنجموا تعملوا أي قالب متوفر عندكم، أنا اليوم اخترت الشكل هذية هكا حبيت وهكا يجيني مزيان. وفي الوسط باش نحط فيه شوية شوكولاتة. ما تنسونيش في لايك فضلا منكم، راه مشاهدة الفيديوهات ما شاء الله يعني المشاهدة عالية، ولكن اللايكات طايحة برشا. شكرا لكم مرة أخرى، ولهنا نقولكم بربي لا تنسيوا اللايك، راهو اللايك يحفز
يحفزني ويشجعني ويرفع الفيديو شوية معنيتها ويعني تشجيع، شجعوا الفيديو باش يوصل للعدد أكبر من المشاهدين. ولهنا كيف كيف نقعد نلم العجينة كيما تشوفوا، ضفت شوية هكا فرينة صغيرة باش على خاطر حسيتها البات معناتها خرجت سخنة نقولوا احنا، فهمتي؟ ديما نشيحوا هكا بشوية فرينة، ماذا بينا ما نمسوش ياسر البات بيدينا. وكما تعرفوا صابلي وزبدة وزيت والدنيا سخونة والكل، كملت نكمل المقرضهم الكل، حطيتهم في الطبق بحذية طبق مش مدهون بحتى شيء، كما تعرفوا فيهم الزبدة وفيهم الزيت ما استحقوش معناها باش ندهنوا الطبق. نكمل نشكلهم الكل ونرجعوا